واحد بيقول نشكر قداستكم على قناة أغابي، والسيد المسيح يعطيكم القوة أن تكملوا هذا المشوار. أتمنى أن تذيعوا على هذه القناة أفلام القديسين وتمثيليات درامية دينية، كما أتمنى إذاعة هذا الاجتماع مباشرة. اللي بيدير قناة أغابي هو نيافة الأنبا بطرس، وبيقول إن تكاليفها بالغة جدا جدا، يعني بتكلفه حاجات كتيرة خالص ويحتاج مساهمة الكل بالنسبة لهذه التكاليف.